الآن أتينا عند بني سعد، وبنو سعد طبعا الذين في الطائف هؤلاء من عتيبة، هم طبعا من هوازن، هم أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. هذا وافدهم ضمام بن ثعلبة أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بناقة عنده، فعقل الناقة في طرف المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة متكي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يتكي أحيانا صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا، ثم يسكتون كأن على رؤوسهم الطير يسمعون الحكمة والإيمان من صلى الله عليه وسلم. قال هو الأعرابي، أين ابن عبد المطلب؟ يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر صلى الله عليه وسلم عند العرب بجده من أبيه، ما يقولون ابن عبد، يقولون ابن عبد المطلب، حتى يوم ضاق المضيق كما تعرفون في حنين قال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ يشق الصفوف ويرتكز على عصاه ويتخطى الصفوف. قال صلى الله عليه وسلم قد أجبتك ولنا موجود، أنا ابن عبد المطلب، ولا غضب صلى الله عليه وسلم ولا تأثر. بعض الناس الآن لو ما تسميه صاحب السماحة والمعالي والإرادة زعل عليه، قال تسميه يعني ما في ألقاب، ما في توقير عندكم، ما تقدرون الناس أنتم؟ وش نقدره؟ محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما تساوي حذاءه، هو يقال له محمد بن عبد الله، كان الصحابة يقولون يا عمر يا أبا بكر يا علي. فوفد قال قد أجبتك، قال إني سائرك فمشدد عليك في المسألة. يقول يا رسول الله عندي أسئلة فلا تجد علي، لا تغضب علي. قال سل ما بدا لك، هو البحر من أي النواحي أتيته، فدرته المعروف ورجته المعروف والجود ساحل. يقول سل ما عندك لن أغضب عليك، الله أرسله بالحلم أصلا وبالرحمة. قال يا محمد، قال قد أجبتك. قال من رفع السماء؟ قال الله. قال من بسط الأرض؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم الآن إلى الآن متكي صلى الله عليه وسلم. قال من بسط الأرض؟ قال الله. قال من نصب الجبال؟ قال الله. قال أسألك، والصحابة سكوت والجو عليه صمت ويعلو صوت هذا الرجل ويجلجل. قال قد أجبتك. قال فمن؟ قال فإني سائلك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال. الله أرسلك إلينا رسولا؟ فجلس عليه الصلاة والسلام وحمر وجهه، سؤال لو وقع الجبال اندكت. قال اللهم نعم، يقول نعم أرسلني الله. فعاد المسألة، قال الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال الله أمرك أن نصوم شهر رمضان؟ قال اللهم نعم. قال الله أمرك أن نزكي زكاة أموالنا؟ قال اللهم نعم. قال الله أمرك أن نحج البيت مرة في العمر؟ قال اللهم نعم. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم ولى إلى ناقته فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا الإسلام ملخص في ثلاث دقائق بلا تعقيد ولا تعطينا محاضرات وزبد، وتكثر علينا بالآيات والأحاديث وتقول الإسلام ينطلق من أطر وينبثق في بوتقة وله عناصر مركزية وله حوارات منهجية، فهو يؤمن بالماضوية ولكنه له أسس منهجية. يا أخي خففوا علينا، الإسلام صل وصم وتيمم ودخل الجنة، وبالله لا تعقدون علينا الإسلام، ترى الإسلام بسيط والإسلام سهل، هذا يلخص في ثلاث دقائق وراح وركب الجمل ولا زاد ولا نقص ودخل الجنة. لأن بعض الناس يتعبك في تفهيم الإسلام. قال فأنت تكون عندك خبرة منهجية عن هذا الدين وتصور فكري عنه. ما تصور فكري؟ أسلم وطهر وروح المسجد ودخل الجنة. فهذا